وينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك معنا سيد نوري. مرحبا، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. لليوم الخامس على التوالي تتواصل الاحتجاجات في أغلب مدن وبلدات إيران على الرغم من عمليات القمع وقطع الإنترنت كما أسلفنا. هل تطلعنا على آخر تطورات الحراك في إيران؟ آخر تطورات الحراك في إيران أن هناك المظاهرات مستمرة في العديد من المدن، وخاصة عواصم الأقاليم المختلفة في جنوب، في شمال إيران، في غرب إيران، وفي العاصمة طهران، في مدن أخرى، في الأحواز، في كردستان، وفي عدة مدن المظاهرات مستمرة. وبالمقابل القمع الحكومي أيضا كذلك مواجه لهذه المظاهرات والمتظاهرين. نعم، هل من دلالات للجغرافيا التي تنتشر فيها المظاهرات؟ حسب آخر معطيات، أكبر حجم في مساحة المتظاهرين هناك في إقليم الأحواز، أكبر حجم المتظاهرين، وكان هناك في المدن العربية، في مدينة الجراحي، في معشور، في الأحواز العاصمة، وعدة مدن أخرى في عبادان والمحمرة. وحسب آخر رواية وتقرير من منظمة أمنستي إنترناشنال أن هناك 35 قتيل في منطقة الأحواز سقطة، وفي منطقة كردستان 30 قتيل آخر، وهكذا الأقاليم الأخرى لهم أرقام مختلفة. فما زالت هناك، هذا حسب إحصائيات أمنستي إنترناشنال، ولكن تشير الإحصائيات أخرى غير رسمية أن العدد، عدد القتلى، أي عدد القتلى يزيد بهذا العدد بكثير، أكبر بكثير، وهناك أيضا كذلك عدد كبير من الجرحى. نعم، هجوم المتظاهرين على مكتب ممثل المرشد الإيراني في مدينة صدرة شمالي شيراز، إلى أي مدى ترى أن الحراك الشعبي يتطور بشكل كبير بعد هذه الأحداث المتفرقة؟ الحراك الشعبي في إيران، في عموم أنحاء إيران، تطور منذ اللحظات الأولى، حيث أطلق المتظاهرون شعارات راديكالية استهدفت مباشرة المرشد ومكاتبه. أي في المظاهرات السابقة كان المتظاهر ينادي الموت للديكتاتور، ويعني بها خامنئي. اليوم المتظاهر منذ اللحظة الأولى حين ينزل إلى الشارع كي يتظاهر ضد هذا النظام، يتظاهر، يبدأ بهذا الشعار: الموت لخامنئي، والشعب يريد إسقاط النظام، واتركوا سوريا، واتركوا العراق، واتركوا لبنان، واتركوا اليمن، وتوجهوا إلينا وللاقتصاد الداخل، ويجب إزالة هذا الحكم وتغييره بحكم علماني. هذا ما يطالب به المتظاهر اليوم. فكل الشعارات وكل الهتافات والنوايا راديكالية بامتياز. نعم، حسن روحاني اتهم التظاهرات والمتظاهرين في إيران بأنها مدفوعة من الأعداء الأجانب. كيف راقبت وتابعت ردة فعل الحكومة بمختلف طبعا الأصعدة على هذه المظاهرات؟ حكومة الجمهورية الإسلامية بقيادة خامنئي وسبقها في قيادة الخميني كانت عادة يعني كل ما يحدث في الداخل تنسبه إلى الخارج، تنسبه إلى العالم العربي، إلى المملكة العربية السعودية، تنسبه إلى إسرائيل، تنسبه إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى. ولكن الآن المتظاهر الإيراني وعموم الناس في إيران ليس لديهم أي نوع قناعة برواية الحكومة. أي رواية الحكومة تعتبر مهزلة ومضحكة لدى الشارع الإيراني. الشارع الإيراني يرى ويحسب ويعد ما هو اليوم يخرج ويدخل من موارد اقتصادية، وكيف تتعامل الحكومة بهذه الموارد. الشارع الإيراني اليوم يتعامل في ويعد حجم، يعني تحجيم مساحة الحريات والتلاعب بالقانون، وصح حتى هذا القانون، الدستور الإيراني، على يد مدونينه الإيرانيين الذين يحكمون اليوم هم في رأس السلطة. فمجموعة هذا أن تقنع المتظاهر أن يكون في الشارع وأن يسخر من رواية الحكومة. نعم، هل هذا التصريح سيكون مسوغا لمزيد من القمع ضد المتظاهرين؟ السلطات الإيرانية منذ اللحظات الأولى رأت في نزول المتظاهرين والحجم الكبير من المدن
والشوارع التي اكتظت بالسكان المتظاهرين الذين نزلوا بهتافات راديكالية ضد المرشد وضد السلطة تماما، رأت في هذا أنه مشروعيها اللتين قامت بهما ومولتهما خلال الأربعة عقود الماضية اليوم وصلوا إلى فشل. أي المشروع الأول المشروع النووي، والثاني المشروع التوسع العقائدي القومي في المنطقة العربية. نعم فحين يتغير هذا النظام والمتظاهر الإيراني يصل إلى هذه القناعة أن المشروعين مشروعين فاشلين ولا يمكن تحقيقهما، وهناك هتافات في العراق تنادي بإخراج إيران من العراق، هناك هتافات في لبنان تنادي بإخراج إيران من لبنان واليمن وهكذا المنطقة العربية الأخرى، المناطق العربية الأخرى، وهناك أيضا ترى الحصار الاقتصادي وصل إلى لقمة الخبز في إيران، الحصار الاقتصادي القانوني التي رسمته الدول بقيادة الولايات المتحدة ضد المشروع النووي العسكري المثير للجدل الإيراني. مجموعة هذه الأشياء يرى ويحسبها المواطن الإيراني بلغة الرياضيات، ويصل إلى هذه النتيجة أن كلا المشروعين مشروعين فاشلين، ويجب على السلطات الإيرانية تكف من هذه المشروعين وتخرج من المنطقة العربية، وكذلك تبدأ برحلة جديدة دبلوماسية وتعامل مع العالم الحر، ولن يأتي هذا إلا عبر إصلاح النظام. نعم، طيب في ضوء المعطيات الموجودة الآن في الشارع الإيراني، هل تتوقع أن تستمر هذه المظاهرات؟ حتى اللحظة المظاهرات مستمرة رغم قطع الإنترنت حوالي 5 أيام، لا توجد إنترنت، لا الإنترنت في البيوت ولا الإنترنت للهواتف المحمولة، ولكن رغم هذا هناك لدينا أخبار خاصة توصلنا من أقاليم مختلفة من إيران، المظاهرات مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك تنسيقات لاستمرار هذه المظاهرات، وهناك ستكون تنسيقيات على الأرض أكثر فعالية مما مضى بالرغم من كل هذا التصعيد العسكري الداخلي والغمع المستمر واستخدام كافة وسائل العنف ضد المتظاهرين. فهذا ما نراه وهذا ما يراه المتظاهر الإيراني، حيث لم يرى في خلال 40 عام من حكومة الجمهورية الإسلامية إلا الغمع وإلى غير الغمع والتضييق وتحديد مساحة الحريات ومحاربة المواطن الإيراني عامة بلغمة الخبز حتى. نعم، إلى أي مدى ترى أن الحراك في العراق كان دافعا قويا للحراك الشعبي في إيران ولا سيما في الأحواز؟ حراك العراق كان دافع قوي جدا وحافز لدى الشعوب في جغرافية إيران، حيث أطلق العراقيون وأبلوا بلاء حسنا بوقوفهم في ساحة التحرير وكذلك المدن الأخرى في الجنوب، خاصة وخاصة من بين أبناء الشيعة. لماذا؟ لأنه كان هناك يسوق في الإعلام الإيراني نحن شيعة ونحن مرتبطين بالعالم العربي الشيعي ونحن لدينا مشاريع وحدوية مستقبلية وإلى آخره، فحين يرى المواطن العراقي أن بلده احتل من قبل إيران تحت شعارات عقائدية زائفة، يرى المواطن الإيراني بالمقابل يسمع شعارات وهتافات المواطن العراقي المتظاهر ضد هذه المشاريع الهدامة، فهناك أيضا لديه يعني يأخذ هذا الحافز ويتقدم إلى الأمام ويرى ويتعلم كيف أن المواطن العراقي يعني وقف في نعم. الشارع خلال أسابيع وأشهر ومستمر بمطالباته حتى إسقاط النظام، فهذا نعم. أدى إلى حافز كبير لدى جميع المواطنين الإيرانيين بكافة أطيافهم. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي نوري حمزة، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.